أنا حنان أشرف، أنا بطلة نفسي. بجد والله يا جماعة، إحنا كل اللي إحنا عايزينه إن إحنا نعيش حياتنا. دايما الخطوة الأولى بتبقى مرفوضة، فيعتبر أنا أول مبادرة في مصر والوطن العربي تتكلم عن مصابي الحروق وتطلع للنور عن مصابي الحروق، لان مفيش حد بيتكلم او بيعمل سبوت على مصابي الحروق. يعني الناس بتتعامل مع مصابي الحروق من نظره معينه، اللي هو انت حد مختلف عننا، احنا رافضين وجودك معانا، او ان انت احنا قلقانين من وجودك معانا. كنت مشهوره ان انا الموديلنج بتاعت اللبس والاكسسوارز، وشفت دوت بقى بره على صفحات الانترنت وكذا لقاءات، ان في موديلنج، ناس بتغني في امريكان جود تالنت، ناس كتير قوي مصابين حروق الناس بتتعامل معاهم عادي، هنا مش عادي. يعني انا اول ما قلت ان انا موديلنج وان انا بعمل اكسسوارز وبلبسها وبصورها، الناس ذات نفسها لا ما تحطيش ايدك، لا مش عارف ايه، لا انت حطاه عشان تصعبي عليه. يعني الناس بتاخدها بشكل اخر.